bugün dünden iyi, yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek hayat, ne de olsa yeşillerde var arayıp bulana. Dünya sanki sırtımda, sanki herkes karşımda, yoruldum bu yaşımda. Anne, ne olur konuş benimle, en azından rüyamda vesile tutunmama. Öyle yine de ışık aramakla geçecek hayat, ne de olsa yeşillerde var arayıp bulana. سوزان حبيبتي، ليش دقتي لي وخليتيني اجي بسرعة؟ صاير شي؟ انت اشتقتي لي؟ ليش ما قلت لي انه المدام خديجة ماتت؟ وحتى بنفس الوقت توفى زوجها كمان، ما عم صدق ابدا، شو هالمأساة، والله رح اجن. اهدي شوي، انا كمان ماني مصدق ابدا، مصيبة. وما عم بقدر استوعب هذا الموضوع، كأنه هي اللعنة اجت علينا. كل الموظفين اللي عنا عم يموتوا واحد ورا الثاني. هي رجعتي كنت انا ونبهات بالجنازة. لو انك تشوف اولادهم بالجنازه يا عاكف، والله قلبي تقطع عليهم هالمساكين. اسمع، نحن السبب بهي المصيبه، ومن واجبنا نساعدهم لهدول الاولاد. وطي صوتك شبك، ما لنا سبب وما علينا اي ذنب، ونحن ما ارتكبنا اي غلط، هذا قدرهم سوزان. يعني اسمه ونصيب، بكل الاحوال ماشي، اذا حابه نساعد الاولاد بنساعدهم، بس معقوله انت تجي وتضايقيني بهالحكي مشان شويه مصاري؟ هلا جاوبيني، شايفتيني كثير سيء؟ صدقيني يا سوزان، انت ذنبي الوحيد بهي الحياة. ما عم بقدر اتحمل يلي صار يا عاكف، ليش ما عم تفهمني؟ خلصنا، ولو سمحت ما عاد نشوف بعض. شو؟ كيف يعني خلصنا وما عاد نشوف بعض؟ ما عم بفهم عليكي انا. لا تساوي هيك، طولي بالك، صدقيني انت عم تكبري الموضوع كثير. انا عم اقول لك علاقتنا انتهت، لا تضغط علي لهون وبس، خاطرك. قال علاقتنا انتهت، كأنه على كيفك. بعد ما خلصت الجنازة وقعدنا كلياتنا يا جماعة، خلونا نحكي بالمفيد. اختي نهال، شو مشان الأولاد المساكين؟ ما فهمت عليكي، انت ليش عم تواجهي هالسؤال لإلي؟ لكون أنا قرايبتن الوحيدة، هي عمامن الاثنين قاعدين قدامك. ايه بس نهال، انت خالتن للأولاد، والخالة مثل الأم، وانت غنية كمان. مفكرة كل العالم يلي عايشين بألمانيا أغنياء؟ أنا ما بقدر آخذ الكل. بتعرفي إنه أنا عندي 3 أولاد وبيتي صغير كتير، بس فيني آخذ الصغيرة. شو هالحكي هاد؟ كأنك عم تنقي بضاعة من السوق. هدول أولاد خسروا أبوهم وأمهم، ولسه أنت جاية تفرقيهم عن بعض؟ مزبوط، نحن ما لازم نفرقهم عن بعضهم، رح أخذهم كلياتهم معي على قد يمان. يا دوبك عم تدبر أمورك، شلون رح تقدر تهتم ب4 أولاد هونيك؟ وبعدين مثل ما أنا بعرف، أنت لهلأ لسه ما ثبتت بشغل، بالوقت اللي ما عم بتدبر فيه أمورك، شلون بدك تدير بالك عليهم؟ فكرة إنك تاخذهم معك على قد يمان مو مقبولة بنوب، بلا ما تدمر لهم مستقبلهم. إيه سيد أورهان، ليش مو طالع حسك؟ أنتوا مو عايشين بنفس الحارة هلأ؟ إذا بدك رأيي، أنت أنسب شخص. هالولاد خسروا أمهم وخسروا أبوهم، بلا ما نخليهم يبعدوا عن بيتهم كمان. ايه هذا الحكي مزبوط. شو يلي مزبوط؟ نحن بالزور عم نقدر ندبر امورنا لاخر الشهر بالرواتب اللي عم نقبضها، وبكره الاولاد رح يكبروا ورح تكتر طلباتهم كمان. لا اختي نهال، مستحيل، نحن ما فينا نتحمل مسؤوليته. مثل ما قلت لك، انا رح اخذ الصغيره وبتعيش معنا بالمانيا، بحطها هنيك بمدرسه داخليه، وهيك بتكون امورها منيحه. وعم تقول مدرسه داخليه، يعني ما رح تهتم فيها؟ شو يعني؟ ما رح تساعدي بشي وكأنه مو اولاد اخوه لزوجي؟ يعني بدك تحمليني المسؤوليه؟ حضرتك عايشه بألمانيا بالعز والنعيم، مانك مهتمه باولاد اختك ولا بدك تفتحي لهم بيتك، بدك يعني انا اهتم فيهم؟ ما شاء الله. قلت لك رح اخذ الصغيره، حكيك فاضي ومانو منطقي. شو هاد يلي عم تحكوه؟ ما بسمح لحدا ياخذ اختي، ولا تقلقوا ما رح نكون عبء على حدا. لا يا ابني، ما كان قصدي اخذها بالقوه، بالنهاية ما رح يصير غير اللي بدك اياه. خلص اهدى يا ابني، لا تعصب، لا تشغل بالك بهالموضوع، أنا جنبكن. أنا فيني أهتم بإخواتي، يعني لا تزعجوا حالكن وتاكلوا همنا، ما في داعي. إيه طبيعي، أنت صرت رجال يا قدير، أكيد فيك تتحمل مسؤولية إخواتك، قد وقدود رجال عين الله عليك. مشان الله يا شينقول اسكتي وبلا هذا الحكي الفاضي هلأ، لسه عمره 19 سنة. ايه 19 معناتها شب. انت طالعة طيارتك خالتي، لا تتأخري. لسه معي 3 ساعات، أنا رح أقوم أمشي هلا. إذا ما بدكن مني شي رح أرجع على أديمان. رهان، أنا كنت خايفة تقول إنه أنت رح تتحمل مسؤولية الأولاد، أنا بعرف إنه أنت دايماً بتحب تكون البطل. شي نقول؟ أنا عم الأولاد، كان لازم أقول هذا الشي، بس مع الأسف. شو مع الأسف؟ شو صار أرهان؟ نحن يا دوب عم نقدر ندبر حالنا وما في عنا غير ولدين، هن عندهم 4 وما فهمت ليش جابوا كل هالأولاد. مشان الله اسكتي وبلا هذا الحكي الفاضي، أخي لسه ما صار له شوي متوفي، خلي عندك شوية قلب. أرهان، ليك أنا مو مثل ما عم تتهمني بلا قلب وما عندي مشاعر. ماشي أنا حاسة بوجعك، بس شفت حتى خالتهم الغنية اللي عايشة بألمانيا ما رضيت تاخذهم معها، إشي بيقهر، قهرتني. عيب تصرفها بهي الطريقة. لا مو قصة عيب أرهان، ما حدا بيقدر يتحمل كل هالمسؤولية الكبيرة، صح؟ ونحن ما فينا. بعدين مو قدير قال إنه رح يدير باله عليهم؟ مو هيك قال؟ إيه صحيح. ها خلصنا، معناتها هو بيتحمل مسؤولية إخواته. آخ، زعجتني ووترتني كتير، بتعرف قديش بتعصبني هالقصة. لا إله إلا الله. يلا بلشوا، انتوا ما اكلتوا شي. يلا عمر. ماني قدران يا اخي، خالتي ساوت لنا شاربة، سخن لكم اياها. ما بدي. انا رح اترك المدرسة. شو معنى هالحكي؟ ليش رح تتركها؟ لازم اشتغل كمان، كيف رح تتحمل مصاريفنا؟ مفكر اني ما بقدر؟ وماني قد المسؤولية؟ لا مو هيك اخي، يعني بلا ما تحمل هالحمل لحالك. ومين قال لك انه هالحمل كبير؟ بعدين شو كنت واعد بابا؟ مو وعدته تصير دكتور؟ لازم توفي بوعدك. وانت رح تخلصي مدرستك وبعدين رح تكملي دراستك بأحسن جامعة، من هي اللحظة أنا أبوكن وأمكن. كلامي واضح؟ إيه أخي أمل، كلي حبيبتي. أختي أمي كانت عاملة محلاية، ضل منا؟ يلا رح سفلك. بقيان صحن واحد. طيبة كتير. ايه مظبوط، طيبة كتير. كيف بتشتغل هي ترى؟ آسيا؟ أنا عم أكبس على هذا الزر، ما طلع بخار. خلص اترك المكواية، شوف الشاي. خدي. أمي مو هيك كانت تساوي لي شعراتي؟ كيف لكن حبيبتي؟ جدولة. تمام، رح ساوي لك جدولة. أخي هلا بساويها عنك. لا حبيبتي، أنت يا دوب تلحقي، أنا بساويها. اكوي لك قميصك شي؟ إيه والله عندي مقابلة شغل. يسلم ايديكي. شغل شو؟ يعني ما في شغل معين، بدي دور. أخي لا تعبس هيك، رح ألاقي شغل، لا تقلق. شو رأيك نطلب من عمي يلاقي لك شغل؟ هو عنده كتير معارف. لا ما رح نطلب شي من حدا. شو رأيك صاروا حلوين هيك؟ حلوين أخي، شكراً. إيه يلا قعدي. صباح الخير. صباح النور. شو عم تعملوا؟ بدنا نفطر، تفضلي. لا سبقتكم، بس بشرب كاسة شاي معكم. تفضلي. استنى لأكوي لك إياه. مو سيئة كتير، يلا. أمي بعتتلكم هاد. بس ما بيكفينا كلنا. معك حق، أمي صايرة بخيلة كتير، قلت لها هذا ما بكفي الكل بس ما ردت علي. بروح بجيب كمان؟ ما في داعي بنوب، المهم أمل. يا جماعة هالسعلة ما عم تروح أبداً، مو لازم ناخدها على المشفى؟ خليني أخلص من هي الشغلة وبعدين بناخدها. يلا بخاطركن. أخي فطار بالأول. باكل برا. ماشي. تفضلي. لو سمحتي جيبي لي كرواسان كمان. دوروك دوروك. صباح الخير. صباح النور يا روحي. صب لك كاسة شاي؟ لا ما بحب الشاي الصبح. رح اشرب عصير بردقان. شو العداوة اللي بينك وبين الشاي؟ ما بحب الشاي، شو بدي ساوي؟ ليش هالتوست طعمه هيك امي؟ شبك ابني حبيبي، انت ليش مو عاجبك شي من على الصبح؟ في عالم مو ملاقيين اللقمة. قدر هي النعمة اللي عندك. ما بيعرف وما بيقدر قيمة هالنعمة. شو هالحكي؟ هو عايش بدنيا تانية، صار بهالعمر وبحياته ما أنا مشتغل شي. صحيح. شو صحيح يا بنت؟ على أساس أنت اشتغلتي. إيه طبعاً أخي، أنا عم بشتغل هلأ بمنظمة بتساعد حيوانات الشوارع. منيحة كتير، وربحتي كتير من وراء هذا الشغل، وحتى أنك صرفتي كل الأرباح اللي طلعتيها. وغير هيك لما شفت بيانات بطاقتها عرفت أنها ساحبة منا أكثر من 200,000 بس مشان طعمي حيوانات الشوارع. بس بعتقد بكفي هيك، نحن مو مضطرين نضل نطعمي حيوانات الشوارع على حسابنا. ما بعرفك بخيل لهالدرجة بابا، ضايقت كل هالقد مشان 200,000؟ ايه طبعا يا دوروك، وإذا لزم الأمر أنا ممكن أتضايق وأعصب مشان 1000، لأني بعرف قديش صعب الواحد يجمع مصاري. ما بتتخيل قديش تعذبت لحتى وصلت لهون. تفضل اسألها لأمك حبيبتي. نحن شو كان عنا لما تزوجنا؟ كان عندك كرسيين وطاولة وكنباية واحدة، حتى هديك الكنباية كانت واسعة شوي مو هيك؟ صرت حاكلنا هالحكي 1000 مرة. لا تحاول يا عاكف، أولادنا ما بيعرفوا قيمة المصاري. رح يصيروا يعرفوا لا تقلقي. دوروك رح تروح معي على موقع البناء. بلا هالمزح، ليش ليروح معك؟ ليكون بدك إياه ينقل بلوك وحديد. خلص بابا، أنا فهمت عليك، أنا رح صير ضب إيدي وكل شي باخده رح وفره. لهيك ما في داعي يروح معك. أنت لا تضحكي بنوب. لا ما حذرت، أنت رح تروح معي، رح تروح على موقع البناء وتحمل شمينته على كتافك، وأنا رح أعطيك إجرتك، وقتها منشوف إذا رح تصرفهم بهالسرعة. بابا أنت عم تحكي عن جد؟ إيه طبعاً عن جد ابني. يلا كل هي القطعة اللي أنت ما حبيتها، لأنك أكيد رح تحتاج كتير للطاقة. صحتين وهنا. احكي شي. أنا شايفك، لا تطلب من أمك تنغزك. يعطيك العافية عمي. الله يعافيك. لا تغلط نفس الغلطة. قدير، قدير أخي كيفك؟ كيف بدي يكون، عم دور على شغل. لوين رايح؟ راجع على الورشة. لعند المعلم خالد؟ بس أنت تركت الشغل عنده بعد هديك المشكلة، فلا ترجع. هلأ مو طالع بإيدي شي تاني، لازم أرجع أشتغل. ماشي يا أخي. أهلين. يعطيك العافية. أهلين قدير، العمر إلك، ما قدرت تجي على الجنازة، لا تواخذني. تعيش يا معلم. لو سمحت، إذا لسه لازمك شي شغيل بهالورشة، أنا عم دور على شغل. بابي مفتوح دايما لأي حدا بده يشتغل، بس أنت ما تركت باب للرجعة يا قدير. ايه بعرف، بس انا ما تركت بكيفي اخر مرة. مزبوط غلطت معك وما تصرفت الطريقة منيحة، بس انت كمان ضربتني. شو هاد اللي عم تساويه كمان؟ عم علمك الاخلاق والاصول، اذا بدك تصير معلم المصلحة ما لازم تعاند معلمك، فهمت؟ بتساوي كل اللي بيقلك عليه وبتنفذ اوامره. بكفي، لا تعيد هالشي رجاء. مثل ما انا عم صلح هالسيارة، أنا رح صلحك وعلمك مع كل كف ولك. خلاص بكفي، طلع فيني. ومين ما كنت، ما بسمح لك إنك ترفع إيدك علي، ما بسمح لأي حدا يضربني، وأساساً ما عاد بدي أشتغل عندك، بالناقص منك. أنت على شو عم تطلع؟ يلا ارجع على شغلك. هاي كتير حلوة، رح انشرها على صفحتي. بس شو بدي اكتب؟ أطيب فنجان قهوة بحديقتي الحلوة. ليش ما عم تزبط هاي؟ ما عم يتحملوا. صباح الخير، شو نقول؟ جبت لك فرنك. حطي عندك. نيفين انتي بتفهمي بهالقصص، ليش ما عم يتحملوا الصور؟ شو السبب يا ترى؟ معقول هادي اللي شاغل بالك هلا؟ وشو صاير؟ اولادي بصحة منيحة وزوجي معي، لا تكوني نكدية. توفى اخو زوجك ومرته وتركوا 4 اولاد ايتام، وانتي مشغولة بهالمسخرة وما عم تهتمي فيهم؟ بدك يعني حل لهم مشاكلهم؟ هن صاروا كبار، شو بيطلع بايدي ساوي لهم؟ مو طبيعي. بعدين انا عندي ولدين ولازم ربيهم. كيف لك؟ ماشي، جبتي لي الفرن، يلا امشي. الله معك، لا تخليني اعصب عليكي عند الصبح. ايه ساوي اللي بدك اياه. يلا ما عاد ترجعي مره ثانيه. اف نزعت لي مرائي وما خلتني انبسط بالقهوه، مجنونه. بيقبلوا انهم يشغلوني بهالمحل؟ اهلين، كيف فيني ساعدك؟ مرحبا، انا جيت من شان اعلان الشغل يلي معلقينه. مشتغل بهيك شغل من قبل؟ لا، أنا لسه ما اشتغلت بهيك مجال، بس اشتغلت بتصليح السيارات وبالدهان كمان. بعجبك بالشغل وبتعلم بسرعة. لوين واصل بتعليمك؟ أنا تركت بالثانوية. الشغل بهيك محل بيعتمد على المظهر بالأول. شو هاد؟ مثل ما فهمت إنك ما معك شهادات بنوب. أنت بس جربني فترة ولا تشغل بالك أبداً، بتعلم بسرعة. ماشي، آسف، بالإذن بدي أرجع على شغلي. آسفة، انحرق شوي من تحت. هي أول مرة بطبخ رز. مو مشكلة، يسلموا ايديك. أهلين أخي عصمت. أهلين فيكي آسيا. تفضل أخي. لا تواخذوني إجيت بهذا الوقت، إن شاء الله ما أكون زعجتكم. لا لا أبداً، شو هالحكي؟ تفضل شاركنا. لا شكراً، أكلت قبل شوي، صحتين وهنا. معناتها رح صب لك كاسة شاي. لا شكراً، أنا بس إجيت لوصل لكم هالأمانة. قدير. شو هاد أخي؟ جمعنا هالمصاري من كل يلي بالشغل. لا ما فيني أقبلهم. لا ما بصير أبداً، هيك العادات. أبوك ما كان يقصر مع حدا. أختي خدي هالمصاري وخبيهن عندك. شكراً أخي عصمت، منساوي بهالمصاري شواهد للقبور. أنتو بحاجة لشيء قدير؟ يلا أنت قاعدي وكلي، أنا طالع عندي شغلة بخلصها وبرجع. ماشي؟ ماشي أخي. Bugün dünden iyi, yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine Yine de ışık aramakla geçecek hayat.